شايفه الايه؟ الفريز بيس ايه؟ ستيشن. انما هنا ما بيحصلش، انا ممكن ابقى اتحرك بموبايل من مكان لمكان وانا اصلا مش شايف مين البيس ايه؟ البيس ستيشن. نتيجه لذلك ايه؟ ان في المالتيبال سيجنال بتتعرض للسيجنال لحاجتين، ايه هي بقى؟ بيحصل لها حاجه اسمها تايم ديلي، وده نتيجه ان الباس لينس ماله بيبقى متغير، يبقى انا عندي الباس لينس بيتغير ولذلك بيحصل حاجه اسمها تايم ايه؟ ديلي. نتيجه للتايم ديلي ده بيحصل حاجتين اللي احنا بقى من الشيرتين اللي عندنا اللي هي التايم فيدنج والفريكوانسي فيدنج. يبقى احنا عاوزين نعرف ايه هو التايم فيدنج بالمعدات وايه هو الفريكوانسي فيدنج. ده كده الجزء الاولاني بتو اكزامبل بندرس ازاي يحصل في السيجنال بما يسمى التايم فيدنج وايه اللي يحصل في السيجنال بما يسمى الفريكوانسي فيدنج. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضه هندرسها في الجزء ده اللي هو مين؟ الموديلنج او الميكانيزم بتاع البروباجيشن او بنسميها البروباجيشن ايه؟ ميكانيزم. ايه البروباجيشن ميكانيزم؟ خدنا احنا منها حاجات قبل كده اللي هي اللاين اوف سايت. قلنا ده بروباجيشن ميكانيزم وده بيستخدموه مثلا في الساتلايت في التي في اللي هي حاجه تبقى ايه؟ لاين سايت، لازم الاثنين يبقى شايفين ايه؟ شايفين بعض. الميكانيزم الثاني اللي احنا هناخده ان شاء الله اللي هو الريفليكشن والديفراكشن. وهناخد مين؟ الاسكتر. دول اللي احنا بنسميهم البروباجيشن ايه؟ ميكانيزم. في كل نوع من دول المفروض هندرس اللص اللي بتحصل، يعني اللص اللي بتحصل في الفري سبيس، اللي بتحصل في الريفليكشن، اللي بتحصل في الديفراكشن، اللي بتحصل في مين؟ اسكتر. وبالتالي بنضطر نعمل حاجه اسمها شانل موديل. يعني نعمل موديل رياضي للايه؟ للشانل. علشان نقدر ندرس بالمعادلات ايه هي اللوسز في حاله اللاين اوف سايت، ايه هي اللوسز في حاله الريفليكشن وهكذا. فلو كده هناخدهم ان شاء الله في الجزء الاولاني في الايه؟ الجزء بتاع الوايرلس. هيبدا دلوقتي كمساله هو السؤال الاولاني في الشيت بيقول لك ايه هي البروباجيشن ميكانيزم؟ او اكسبلين ان ديتيلز البروباجيشن ميكانيزم اللاين اوف سايت الريفليكشن الديفليكشن اسكاتر. بتشرح امتى يحصل ريفليكشن، امتى يحصل ديفليكشن، ايه هو اللاين ايه اوف سايت. دي المسألة الأولانية في الشيت. المسألة الثانية أو بقى السؤال الثاني في الشيت رقم 2 اللي احنا خدناها في المحاضرة نظام اكزامبل اللي احنا منه هندرس الجزء بتاع تايم ايه؟ فيدنج. ازاي بيحصل تايم ايه؟ فهي الفكرة عندنا لو أنا عندي هنا ترانسميتر ده كده ترانسميتر وفي هنا ريسيفر. يبقى ده كده الترانسميتر وده كده مين؟ الريسيفر. طبيعة الحال إن ممكن الترانسميتر ده يبعت ريسيفر سيجنال بنسميها دايركت أو اللاين أوف سايت، يبقى دي كده اللاين أوف سايت إيه سيجنال. ممكن السيجنال توصل للريسيفر عن طريق الريفليكشن، إنها تروح كده هتخبط في أي حاجة وتروح راجعة تاني لمين؟ للريسيفر. وبالتالي الريسيفر ده هيوصل له تو سيجنال اللي إحنا بنسميهم الدايركت ومين؟ والريفليكشن. فهو قال اسيوب ان اللاين اوف سايت عباره عن اي واحد كوزاين 2 بار اف تي لو ريفليكتد هتبقى اي 2 كوزاين 2 بار اف تي
في ناقص ايه؟ ناقص تيرا. حاسس ان الشو ده الديلي اللي خدت السيجنال او الفرق بين الريفلكت والايه؟ لاين اوف سايت. الديلي ده جه منين؟ واضح كده من الرسمه ان المسافه دي اقل من دي، يعني الرايت سايت خد مسافه اقل من الايه؟ الريفلكشن. وبالتالي دي لو هما الاثنين لهم نفس السرعه هيوصل بعديه بزمن اسمه مين؟ تيرا. ويبقى ريسيفد سيجنال اللي هي الار اوف تي. ناقص تيرا ولا زائد تيرا؟ ناقص تيرا. بعديه بزمن. نروح على زائد. نروح على زائد. المفروض ناقص في الريفرنس ناقص. هي دليل ده مكتوب ناقص. وقالوا طول السنين كان عليها ناقص، بس انا عاملها زائد يعني. ناقص ايه؟ ناقص. المفروض دوكو فيكتور لما اجمعهم هيديني فيكتور واحد. ليه امبليتيود اسمه ايه؟ كوساين 2 بار اف تي. وليه فيز اسمه مين؟ اسمه فار. ويبقى مطلوب مني ان انا اجيب ريسيفت سيجنال، يعني اجيب قيمه الايه وقيمه مين؟ الفار. في المساله قال ايه بقى؟ قال المايكرويف سيستم افيكس الريسيفر از ريسيفد اسمبل ريفليكتد ويف 1/10 كوساين اوميجا نود تي ناقص تاو. يعني حتى هي في الشيت مكتوبه تي ناقص ايه تاو. يعني هو مديها ايه؟ قال 1/10 كوساين اوميجا نود تي ناقص تاو. طبعا الاوميجا اللي هي 2 باي اف، كان الامبليتيود بتاع الريفليكتد اللي هو كام؟ 1/10. خلاص؟ ان اديشن تو ذا لاين اوف سايد ويف 3/10 كوزاين اوميجا نود تي، يعني كانها 3/10 كوزاين اوميجا نود في مين؟ في تي. المطلوب الاولاني بقول فايند ذا اكسبريشن فور ذا اوفر اول ريسيفد سيجنال، يعني عاوز يجيب المعادله النهائيه بتاعت مين؟ ريسيفد سيجنال. هي الريسيفد سيجنال اللي هي اي 1 اللي هي 3/10 كوزاين 2 باي اف تي، اي 2 اللي هي 1/10 كوزاين 2 باي اف تي ناقص تاو. هو النتيجه بتاعتها عايزين نجيب الايه وعايزين نجيب مين؟ الفا. طبعا شاطرين في الرياضه، الحته دي طبعا سهله بقى في الرياضه. هنعتبرها كانها 2 فيكتور. يعني ايه 2 فيكتور؟ الفيكتور الاولاني الريفرنس بتاعي اللي هو ده. هيبقى عباره عن اي 1 يبقى ده فيكتور. الماجنتيود بتاعه اي 1. والفيز بتاعه اللي هو 2 باي اف تي هو ده الريفرنس بتاعه. الفيكتور الثاني الامبليتيود بتاعه 2 بس مش شافت ومقدار كام؟ 2 اف 2 باي اف تاو. يعني كان ده عباره عن 2 باي اف تي ناقص 2 باي اف تاو. يبقى الريفرنس فيز اللي هو 2 باي اف تي وشافت ومقدار 2 باي اف تاو. يعني كان ده كده مش شافت فيز عن الفيكتور الاولاني بمقدار كام؟ 2 بار اف تي. والامبليتيود بتاعه اللي هو ده اسمه 2. مجموع الفيكتور ده زائد الفيكتور ده هيديني فيكتور ثالث اللي هو بيقفل المثلث. الامبليتيود بتاعه اسمه ايه؟ اللي احنا عايزين نجيبه. والفيز بتاعه هنسميه مين؟ فاي عن الفيز الاصلي اللي احنا بدانا بيه 2 باي اف تي. وبالتالي من المثلث ده هنكمل المثلث في ساغونس بالشكل ده. يبقى الحته دي المجاور للزاويه دي يعني كانها كام؟ الوتر 2 كوساين الزاويه. ودي المقابل يبقى الوتر اللي هو 2 كوساين الايه؟ الزاويه. مثلث قائم الزاويه هنطبق قاعده فيثاغورس يقدر يقول ان الامبليتيود اللي احنا بقى عايزينه هيساوي الجذر التربيعي لكل راس سكوير زائد راس سكوير. يعني كانها عباره عن ايه؟ اي 1 بلس 2 كوساين 2 بار اف تاو سكوير زائد الضلع الاسكوير يبقى زائد 2 ساين 2 بار اف تاو كل ده ايه؟ سكوير.
هو ده الامبليتيود بتاع مين؟ الريسبتور. هنشتغل بقى على الرياضه، هنفك ده يبقى ايه؟ 1 سكوير وده 2 سكوير كوزين سكوير، الاول في الثاني في 2. طب عندي 2 سكوير وهنا 2 سكوير، هاخدها بكومن يطلع كوزين سكوير. ساين سكوير بكام؟ بواحد. يبقى الناتج عباره عن الجذر التربيعي للـ اي 1 سكوير زائد 2 اي 1 2 في كوزين 2 باي اف تاب زائد 2 ايه؟ سكوير. يبقى ده الامبليتيود بتاع الريسيف بزنجا. في المساله عوض بالارقام، يعني الاي 1 3 من 10، الاي 2 1 ايه؟ من 10. ويبقى امبليتيود فانكشن في مين؟ في التاب. معناها ان الديلي لما يتغير الامبليتيود بتاع الريسيف سيجنال يتغير، يعني المسافه لو زادت الديلي هيزيد. طب الامبليتيود هيزيد ولا هيقل؟ ما احناش عارفين لسه، هنعرفها في المفروض الايه؟ التاب. الحاجه الثانيه اللي هو عايزها الفيز، ما احنا عايزين نجيب الريسيف سيجنال. الريسيف سيجنال دي معادله لها امبليتيود ولها ايه؟ فيز. جبنا الامبليتيود، عاوزين نجيب مين؟ الفيز. ايه هو الفيز؟ اللي هي الزاويه دي، اللي هي عباره عن تام ماينس وان المقابل على مين؟ المقابل. يعني نقدر نقول تام ماينس 1 اي 2 ساين 2 باي اف تاو على اي 1 بلس اي 2 كوزاين 2 باي اف تاو. يبقى انا جبت الامبليتيود وجبت مين؟ الفيز. هو ده اللي هو عايز في المطلوب الاولاني، فايند ذا اكسبريشن اوف اوفر اول ريسيفد اي. جبنا الامبليتيود وايه الفيز. فيزيكال ميننج بقى احنا ملاحظين ايه؟ ان الامبليتيود والفيز بتاع الريسيفد سيجنال فانكشن في مين او ديبند على مين؟ ثلاث حاجات. ايه هما؟ الامبليتيود بتاع اللاين اوف سايت سيجنال او الدايركت سيجنال، والامبليتيود بتاع مين؟ الريفليكت، وكمان الايه؟ الديلي. وبالتالي مع تغير اي حاجه من الثلاثه يبدا الامبليتيود والفيز يتغير. وطبعا لو اتغير الفيز يتغير الفريكونسي بتاع السيجنال، معناها ان الريسيفد سيجنال ممكن ايه؟ الفريكونسي ممكن يتغير. يبقى اذا ليه تاثير فعلا؟ ان الديلي ليه تاثير على مين؟ على الامبليتيود وعلى الفيز اللي هو هيغير كمان في مين؟ في الفريكونسي. يعني هيحصل حاجتين، تايم فيدنج متمثل في الامبليتيود اللي بنسميه امبليتيود في الاكتويشن، وكمان ايه؟ فريكونسي. علشان ياكد على الحته دي في المطلوب الثاني بيقول لنا ايه؟ يقول اد ويتش كارير فريكونسي ذا ريسيفد سيجنال كومبوننت ار كونستراكتد. يعني عاوز يجيب الفريكونسي اللي عندها يحصل ايه؟ كونستراكتد. احنا بقى هنجيب حاجتين، زي ما بنقول الامبليتيود بتغير. يعني ايه الامبليتيود بتغير؟ يعني ممكن يزيد وممكن ايه؟ يقل. معناها ايه؟ ان انا دلوقتي جاي لي لاين اوف سايت سيجنال، نتيجة المسافة أو نتيجة المالتي باس جت لي بعد شوية سيجنال تاني. الاثنين المفروض هي نفس الإشارة على نفس الإيه؟ التردد. فالشوية اللي أتأخر فيهم السيجنال دي أثرت عندي. يا إما بيزود السيجنال اللي أنا هستقبلها، يا إما بيزودها. بنقول بيحصل حاجة اسمها كونستراكتيف. بيقللها بيحصل حاجة اسمها إيه؟ ديستراكتيف. يبقى إحنا عاوزين نشوف ايه هو الكونديشن اللي عنده يحصل كونستراكتيف والكونديشن اللي عنده يحصل ايه؟ ديستراكتيف. يعني امتى السيجنال تزيد وامتى السيجنال ايه؟ تقل. ليه؟ طيب فيدنج، ان انا عندي هنا الامبليتيود بتغير مع التايم. هنشوف دلوقتي، هنقسمها ونشوف العلاقه ايه؟ طيب تعال نشوف. وطبعا لو الامبليتيود بتغير تبص تلاقي تحتها، تبص تلاقي السيجنال حصل لها ايه؟ سبريد كده. ده اللي احنا بنسميه التايم فيدنج. لما يكون الامبليتيود بتاع السيجنال اكبر ما يمكن. يعني ايه؟ معناها السيجنال دي جت ودي جت بعديها فبان عليها، يعني ايه؟ زاد الايه؟ الامبليتيود. امتى الكلام ده يحصل؟ لما يكون الاي اكبر ما يمكن. هنسميها اي ماكس. نروح على المعادله اللي احنا جبناها اللي هو الامبليتيود بتاع الريسيف. امتى المعادله دي اكبر ما يمكن؟ نشوف اللي بيتغير جوه المعادله. ايه اللي بيتغير جوه المعادله؟ الامبليتيود ده ثابت في المعادله الاخيره. يبقى اللي هيتغير هو الجزء بتاع مين؟ الكوزاين. يبقى لما يكون الاي اكبر ما يمكن، يبقى اكيد الجزء ده اللي هو كوزاين 2 باي اف تاو اكبر ايه؟ من اكبر حاجه للكوزاين.
صحيح بكام؟ بواحد. يعني تقل المعادله اي واحد تربيع زائد 2 اي واحد اثنين اثنين اي تربيع مجموع مربعين يعني تقدر تقول ان هي تبقى عباره عن اي واحد زائد مين؟ اثنين اللي هي تبقى 4 مع 10 يعني جا الدايركت 3 مع 10 وبعدها بشويه جا الريفليكت 1 من 10 فنتيجه للكونديشن اللي احنا قلناها دلوقتي حصل الامبليتيود بتاع الزد بقى كام؟ 4 مع 10 امتى بقى الكلام ده؟ لما قلنا كوسايد 2 باور اف تاو بواحد ايه هي الزاويه اللي الكوسايد بتاعتها بواحد؟ يبقى الكونديشن لما يكون 2 باور اف تاو يساوي 0 2 بار 4 بار 6 بار يعني مضاعفات الايفن بتاع مين؟ البار لان مضاعفات الايفن بتاع البار تدي دايما الكوزاين بكام؟ بواحد. هنلاحظ طبعا ال 2 بار راحت مع ال 2 بار يعني نقدر نقول ان الاف تاو بتساوي ان او نقدر نقول لو عايز يجيب الاف بتساوي ان على مين؟ على تاو حيث الان بقى بتاخد قيم كام؟ 0 1 2 الى ايه؟ 8 هو في المسألة قال إن التاو الديلي 5 نانو سكند خلاص؟ قال بيقول إيه؟ إف ذا ديلي فاليو دو تو ذا ريفليكتد باس إز 5 نانو سكند مع مدين التاو 5 نانو سكند فلما طلعها فوق يعني كأن الفريكونسي هيبقى عبارة عن كام؟ 2 من 10 مضروب في إيه؟ جيجا إيه؟ تلز يبقى ده قيمة الفريكونسي اللي عنده يحصل إيه؟ كونستراكت هو ده اللي عايز يقول إيه؟ في المسألة والان طبعا 0 1 2 وهكذا. بنفس الفكره نجيب الفريكونس اللي عنده يحصل كونستراكت. معناها ايه؟ ان الامبليتيود هيبقى اقل ما يمكن. اللي هو الايه مينيمم. فلما يكون الامبليتيود اقل ما يمكن ايه اللي هيتغير جوه المعادله؟ الجزء بتاع الكوزاين. اقل قيمه للكوزاين بكام؟ ناقص 1. انا راح اقول ان الكوزاين 2 باي اف تاو ناقص 1. وبالتالي تبقى اي واحد تربيع ناقص 2 اي واحد 2 زائد 2 تربيع يعني فرق بين مربعين يعني نقدر نقول عباره عن ايه؟ يبقى اي واحد ناقص مين؟ 2 يعني 3 من 10 واطرح منها 1 من 10 يبقى الناتج هيبقى كام؟ 2 من 10 يبقى انا عرفت ان الماكس امبليتيود 3 من 10 كان مينيموم امبليتيود كام؟ 2 من 10 ايه هو الكونديشن اللي احنا قلنا عليه؟ ان كوساين 2 باي اف تاو يساوي ناقص 1 يبقى ايه هي الزاويه اللي الكوزاين بتاعتها بناقص واحد؟ ايه الزاويه اللي الكوزاين بتاعتها ناقص واحد؟ مضاعفات البار الاوبت دي مضاعفات الباي ايفن ده دي مضاعفات الباي ايه يعني ممكن تكتبها كده 2 ان زائد 1 في مين؟ في بار خلاص؟ ليه باي باي 3 باي و5 باي و7 باي الى ان شاء الله طيب وبالتالي هنلاحظ الباي تروح مع الباي يبقى ساعتها الاف هيساوي 2 ان زائد 1 على 2 ان تاو. لو التاو ب 5 نانو سكند يعني تطلع بكام؟ 1 من 10 في 2 ان زائد 1 جيجا ايه؟ والان بقى تاخد 0 1 2 الى ما شاء الله. يبقى انا كده جبت قيمه الفريكونس اللي عنده يحصل كون سلابتد وقيمه الفريكونس اللي عنده يحصل ايه؟ ده كده المطلوب الثاني في المساله. المطلوب الثالث في المسألة يقول سكتش ذا ريسيفد سيجنال امبليتيود مع مين الكارير فريكونسي والفريكونسي من دي قلب بيتغير من كام لكام؟ من 100 ميجا إلى واحد إيه؟ واحد. يعني المطلوب الأخير عاوزنا نعمل إيه؟ سكتش. يبقى أنا عندي الأكس بحط عليه فريكونسي والاكس بقى احط عليها مين؟ الامبليتود. احنا عرفنا الامبليتود محصور ما بين قيمتين. الماكسيمم عندي 4 من 10 اللي هي الاي ماكسيمم. والمينيمم عندي 2 من 10. عمره ما هيزيد عن كده وعمره ما هيقل ايه؟ عن كده. يبقى ده الماكسيمم وده كده مين؟ المينيمم. وعندي الفريكونسي القلب يتغير من كام لكام؟ من 100 ميجا ل 1 جيجا. خليه كله بالجيجا يعني 0 1 من 10 2 من 10 3 من 10 وهكذا الى حد كام؟ 1 اللي هي مين؟ جيجا هرتز يعني كان حاطط الفريكونسي بجيجا. من المعادلات اللي انا جبتها اقدر اقول اول حاجه انا عندي نقط من الترددات دي يحصل عندها الامبليتيود يبقى ماكسيمم ونقط ثانيه او فريكونسي ثاني يحصل عندها يبقى مين؟ مينيمم. تيجي ازاي النقط دي؟ بالتعويض بالان
حط الاول الان في زيرو في المعادلتين. فلما احط هنا ان في زيرو يبقى الاف في كام؟ في زيرو. عندها ماكسيموم ولا مينيموم؟ لا مينيموم. معايا ولا مش؟ ولا مع الكاميرا؟ قلت لك ما تصورش؟ ها؟ حط الان في زيرو. فدي الكونديشن بتاع مين؟ الماكسيموم من الاتنين. يبقى اذا ادي نقطة ماكسيموم. طب حط الـ n في 0 هنا، هي نفس المعادلة، يدي كام؟ 1 من 10، يبقى عند 0 يدي ماكس، عند 1 من 10 يدي ايه؟ من. طب عند 2 من 10، طب ما احط n في 1 يبقى 2 من 10، ولما احط هنا 1 3 ايه من 10، يبقى عند 2 من 10 ماكس، عند 3 من 10 من، عند 4 من 10 ماكس، وهكذا لحد ما اوصل لمين؟ لواحد. فبص ايه اللي حصل في الامبليتيود؟ في الاكتويشن بالايه؟ بالشكل. هو ده اللي احنا بقى بنسميه التايم فيدنج او تذبذب امبليتيود او الامبليتيود ايه؟ في الاكتويشن. معناه ان انا كده ماشي والباور اللي بستقبلها كده في الموبايل او السيفت سيجنال بتتغير يا اما بتزيد يا اما ايه بتقل حسب المكان اللي انا موجود فيه وحسب الاشاره جايه لي من انهي ايه؟ انهي مكان. خلاص؟ ده كده المساله رقم 2. ايه الارقام؟ يعني على قد ما نقدر نقول لك فيزيكال ميننج اللي موجود ايه في الموضوع. ده كده اول اكزامبل عندنا درسنا فيه تاثير المالت باس على الريسيفد سيجنال كامبليتيود وكايه؟ كفيز. الاكزامبل بقى الثاني هو قال في المساله وانت فاكر قال في المساله قال فيكس ريسيفر، يعني دلوقتي انا بقول كان ده ثابت وده ثابت. بس السيجنال هتوصل هنا عن طريق ايه؟ مش باص واحد، لا ده مالت باص. خدنا الاكزامبل اللاين اوف سايت ومين؟ والريفليكشن. طب لو الريسيفر ده بيتحرك ايه اللي هيحصل؟ دي بقى الاكسبريشن الثاني او النظريه الثانيه اللي احنا بنسميها الدوبلر شيفت او الدوبلر ايه؟ افكت. طبعا ده اثبات والاثبات ده كان السنه اللي فاتت في امتحان وكان موجود برضه في سنه 2009. اللي هو الاثبات بتاع مين؟ الدوبلر شيفت. ايه هو المقصود بالدوبلر شيفت؟ المقصود بالدوبلر شيفت او الفريكوانسي شيفت ان الفريكوانسي بتاع الريسيفت سيجنال بتغير نتيجه لحركه الايه؟ الريسيفر او حركه مين؟ الترانسفير. فالفكره فيها نفس الفكره دي بس المره دي عن حركه الايه؟ الريسيفر. يعني دلوقتي ادي الترانسميتر اهو ثابت وفي هنا ريسيفر. الريسيفر ده بيتحرك بسرعه في، يعني ماشي كده في اتجاه سرعه اسمه مين؟ في. وهو ده الريسيفر بتاعي. خلاص؟ الترانسميتر ده هيبعت له سيجنال، السيجنال دي بتردد مين؟ اف سي. هل اللي هيوصل هنا هو الاف سي ولا هيتغير؟ لو هو بيتحرك ولو هو ثابت، لو بيتحرك بعيد ولا بيتحرك قريب؟ دي كل الحالات اللي عندنا. عايزين نعرف هل الفريكوانسي بتاع الريسيفت سيجنال ده اللي هو هيستقبلها وهو بيتحرك هل هي الاف سي اللي هي الكلام فريكوانسي اللي بعدها الترانسميتر ولا هتتغير؟ طبعا دي نظريه اللي عملها طبعا اللي هو سموها باسم اللي هو الدوبلر شيفت اثبت فيها ان الريسيفت سيجنال بتاع الموفر التارجت او الموفر الريسيفر بتتغير. بتتغير ازاي؟ بنقول ان الاف طبعا اثبت عليك خلاص؟ بنقول ان الاف ار يساوي اف سي اللي هو الكلام فريكوانسي زائد حته بنسميها الدوبلر شيفت او الفريكوانسي شيفت. الحته دي الاثبات اثبتها لنا ازاي؟ قال ان هي هتبقى عباره عن موجب او ناقص الفي اللي هي السرعه بتاعه الريسيفر على السي في الاف سي في كوزاين الزاويه ايه؟ ده كده القانون بتاع الدوبلر شيفت. والناقص او موجب دي حسب هل هو بيبعد ولا بايه؟ ولا بيعمل. بس كده وبالتالي هيديك في المساله بقى يقول لك توورد ولا اوت ولا اوي فروم حسب طبعا ما يقول لك في الايه؟ في المساله. طب والسي تجيبها منين؟ اللي هي زاويه ميل الاشاره على الريسيفر يعني مع حركه الريسيفر. يعني دلوقتي انا فرض ايه؟ فرض ان الريسيفر بيتحرك في اتجاه ده والسيجنال جايه له ازاي؟ جايه له كده يبقى اكيد في زاويه بين الاثنين اللي هي الزاويه طبعا ايه؟ طب لو الاثنين في نفس الاتجاه ساعتها يبقى الثيتا بكام؟ بزيرو. طب لو عمود عليه يعني ايه عمود عليه؟ يعني لو الاشاره دي كده والريسيفر او الايه بيتحرك بالشكل ده. كل طبعا افتراضات هنحلها لما نوصل في الايه؟ في المساله. بس الاثبات بتاع الجزء طبعا ايه؟ باشمهندس طبعا الفكره دي كانت مهمه جدا
وخصوصا ان الفكره دي كانت الايه؟ كانت اللي استخدموها في الانيشال رادار. طبعا رادار دلوقتي غير الحاجات دي، رادار دلوقتي كله ديبند على نظريه الايمج. بيعمل ايمج، بياخد صوره، بياخد بقى الصوره دي بيحللها، يعرف منها كل حاجه. بياخد بقى العربيه سرعتها كام، عدت السرعه ولا لا، نمرتها كام، الكلام ده كله عن طريق مين؟ الايمج. بس في البدايه في فكره الرادار الاوليه خالص كانت مبنيه على نظريه الايه؟ الايمج. ايه؟ الايمج سيكس. ايه اللي يخليها يعني ايه اللي يخلي الفريكوانسي تتغير مع تحرك ال هو الاسباب يعني ايه المينج المينج بتاعها يبقى المينج بتاعها انت عندك دلوقتي ايه الفريكوانسي ده بيظهر جوه الكوزاين يعني انت عندك ايه الفيز كوزاين 2 بار اف دي فهو ده اللي بنسميه الفيز بتاع مين؟ بتاع السيجنال لما فاضل الفيز بالنسبه للتايم يديك مين؟ الفريكوانسي مش اللي احنا عارفينه؟ ولا مش عارفين الكلام ده؟ الفريكوانسي بتاع سيجنال عباره عن ايه؟ اللي هو التفاضل بتاع الفيز، ما ده الفيز. لو خدته فاضلته بالنسبه للتايم يدينا مين؟ الفريكوانسي. طيب الفيز ده ما بيثبتش مع الحركه، ان لما يتحرك ما يبقاش تي زي ما قلنا يبقى تي ناقص تاو او تي زائد ايه؟ تاو. نتيجه ان هو ايه؟ اتحرك. والتاو دي هي الديلي، والديلي ديبند على المسافه اللي بين الترانسميتر والريسيفر، والمسافه ديبند على مين؟ على السرعه. وبالتالي ظهر السرعه في الفرق الفيز فلما فاضل الفيز يديك مين الفريكوانس فالفريكوانس بتاعه ايه بيتغير ده الكلام فكره ايه هو اظن اثبات كان بيقول كده هو افترض سيجنال الاول انيشال سيجنال 2 باي اف تي مشيت مسافه اكس يبقى حصل لها ديلي اكس على تي صح مش خدت الاثبات كده وصلنا للقانون بتاع مين وزي ما بقول دي فكره طبعا الرادار بس الرادار بيزيد عليها المسافه بقى 2 فبنزود بس 2 هنا في الايه؟ في القانون لان الرادار بيعمل ايه؟ بيبعت سيجنال تخبط في التارجت يرجع تاني فبيمشيش مسافه واحده هنا في الريسيفر هتمشي مسافه واحده انما في لما يستقبلها تاني هتمشي 2 فالرادار بنزود بس هنا 2 في الايه؟ للاسف طبعا انتوا ما خدتوش كورس رادار صح؟ هو المفروض كان من ضمن المقررات الاختياريه. خلاص هذا كده في الجزء التعليمي نشوف المساله ونشوف بيقول ايه نكمل فكره الرادار فهي الفكره بتاعت الرادار هو بيعمل ايه؟ بيبعت سيجنال بتردد اف سي تروح تخبط في التارجت السيجنال دي هترجع له هتبقى هي مين؟ اف ار طبعا الاف ار ممكن تبقى زي او اكبر او اقل من الايه؟ من الاف سي الفرق ده هو مين؟ الدوبلر ايه شيفت الدوبلر شيفت ده بياخد بقى الاف سي يعني تخيل كده انا هاخد الاف سي اللي انا بعتها وانا عارفها واخد الاف ار اللي انا استقبلتها طبعا دي جايه بدخلهم على ميكسر الميكسر ده بيعمل ايه؟ ياخد الفرق او المجموع مش عارفين الميكسر مش عارفينه؟ عارفين فلما ياخد الفرق يعني كانه هيطرح دي ناقص دي يطلع مين؟ اف دي الاف دي مجرد ما يدخلها على مونيتور او على شاشه او اي حاجه يقدر يقيس بيها مين؟ الاف دي مجرد ده هو قاس الاف دي السي انا عارفها والاف سي عارفها يقدر يعرف سرعه الايه؟ الطرد عارف سرعه العربيه عدت بقى ولا ما عدتش يديله مخالفه او ما يديلهوش ده كانت فكره الانيشال رادار بس اقول تاني الرادار الموجود دلوقتي مش شغال بالشكل ده شغال على نظريه الايمج بروسيسنج في ناس تقريبا عامله مشروع في كام لسه نادر حد بدا مشروع اخر رادار بالايمج كان في ناس كلمني فيه معرفش بقى بدا فيه ولا لا ان هو ياخد صوره للتارجت يقدر يعرف كل البيانات عن هو تحديد الصوره ما عليك تعال نشوف المساله بقى على الجزء بتاع مسألة رقم 3 بيقول ايه؟ given transmitter which rotates by a circuit carrier frequency of 1150 ميجا هرتز يعني عندي carrier frequency اللي هو ال FC عبارة عن 1150 ميجا هرتز وعندي target moving at 100 كيلو متر بر اور يعني التارجت بيتحرك بسرعة 100 كيلو متر لكل ساعة كالكوليت ذا سيف دي كاري فريكوانسي يعني عاوز يحسب مين؟ الاف ار فور كيس للحالات الاخيره هيديني بقى كام كيس اللي احنا قلنا عليهم بقى ايه الكيس الاولانيه؟ ان الريسيفر او الموبايل از موفينج دايركت توورد ذا ترانسميتر كلمه دايركتلي يعني في نفس الاتجاه يعني السيت اب كام؟ بزيرو ك
كلمة دايركت الأولية الثيتا بزيرو، والكلمة الثانية تور معناها إيه؟ نفسي. إنه هياخد الإشارة الإيه؟ خلاص؟ يبقى إذا كلمة تور وكلمة إيه؟ وكلمة إيه؟ وبالتالي هيحصل طبعا الإف آر هيبقى عبارة عن الإف سي زائد الإيه؟ الإف دي. هياخد الإف دي يحسبها في على السي في الإف سي، وظهر الثيتا بكام؟ نفس المطلوب الثاني قال ايه؟ مش وسط وولز وسط في الفروق المعوية اللي هي كانت وسط وسط خلاص؟ طيب الحاجة الثانية قال ايه؟ نفس المسألة قال دايركت اوي فروم ترانسميتر كلمة بقى هجري فوضحتها بكام؟ بزيرو يبقى كوزاين زيرو واحد انما المره دي قال ايه؟ اوي فروم يعني بيبعد يعني هاخد مين؟ النيجاتيف يبقى دي واحده والثانيه هي ايه بس هحط الاشاره مين؟ وفي كل مره اعوض هجيب الاف. المطلوب رقم ثلاثه قال ده يعني نفس الاتجاه يعني ايه؟ تخيل كده ده الترانسميتر اهو ويبعت السيجنال كده في البلين ويف يعني والموبايل برضه بيتحرك كده او كده فده اسمه دايركت ريتور فالسبب بينهم بكام؟ السؤال بقى الثاني قال ان دايركشن ويتش از بريديكلر تو دايركشن اوف ارايفل اوف ترانسميتد سيجنال يعني اتجاه الحركه عمود على اتجاه مين؟ السيجنال يعني لو ده اتجاه السيجنال اتجاه الحركه كده يبقى مراد الثيتا بكام؟ 90 طبعا لو الثيتا 90 هيبقى كوساين 90 بكام؟ بزيرو يبقى الاف دي بكام؟ بزيرو يبقى الاف ار هي مين؟ الاف سي دول الايه؟ الثري كيسز اللي هم الثانية دايركتري بس اوي فروم بيبعد حاول يا دايركتري وبيقرب بيقرب لا دايركتري عمود ما بيجيبش عمود اتجاه الحركة عمود على اتجاه الويف اللي جاي بس ده 90 يبقى الاف دي بزيرو والاف ار هي مين الاف زيرو دي مسألة رقم كام تطبيق مباشر طبعا على ايه؟ على المسألة الثانية برضو على الفكرة بتاعت الرادار رقم 4 بقول عندي اير كراف از هيجن تور ان اير بورد كنترول طبعا ويز سبيد اوف 500 كيلو متر بالايه؟ بالعرض كان عندي طيارة جاية كده في اتجاه مين؟ الكنترول طبعا اللي هو موجود فين؟ في المطار طبعا جاية مايلة مايلة في زاوية قد ايه؟ الان ان الفيجن اوف 20 ايه؟ 5 يعمل لنا طياره سرعتها الفي 500 كيلو متر بير اور يديني الزاويه اللي هي نازله بيها زاويه الالفيشن بتاعتها بكام؟ ب 20 ايه؟ 20 سيفت كوميونيكيشن بتوين ذا اير كرافت تاور اند ذا بلين اكورز ات فريكونسي 128 ميجا هرتز يعني في كوميونيكيشن بين الطاوله اللي موجود في المطار والطياره اللي جايه طبعا سيفت كوميونيكيشن لازم نقول الكلمه دي على فريكوانسي متفقين عليه اللي هو كام؟ 128 ميجا ايه؟ طبعا دي حته سيف طبعا في اي طياره تبقى جايه متفقين طبعا على الفريكوانسي اللي هو هيكلم بيها الايه؟ المطار عشان مش اي حد يخش طبعا في الايه في النص وايه؟ ويدي معلومات غلط فلازم يبقى متفقين على التردد اللي هم هيكلموا على بعض عليه. ايه المطلوب في المساله؟ بيقول وات از اكسبكتد دوبلر شيفت يعني عاوز يجيب مين؟ الاف طبعا دي سهله الاول يا جاك يبقى انا هاخد الاشاره خلاص اللي هي الاشاره بوستر زي ما قلنا يبقى لان المعادله عباره عن ايه؟ في على السي في الاف سي زائد الزاويه ايه؟ الفي عندي اللي هي السرعه طبعا لازم احولها متر بير سكند والسي 3 في 10 اس 8 والاف سي 128 ميجا والسي هنا ب 20 عوض تقريبا هتطلع كام؟ 55 هرتز يعني كان الدوبلر شيفت بتاعي ب 55 ايه؟ ده المطلوب الاول فدي سهله مفيهاش حاجه. المطلوب الثاني بيقول لك ايه بقى؟ اف ذا بليد سادنلي هيتس ان ذا اذر دايركشن يعني فجاه كده الطياره بدل ما هي جايه
لفت ومشيت في اتجاه الايه؟ المعكس، يعني بدل ما هي جايه في اتجاه المطار رجعت ومشيت في الاتجاه الايه؟ العكس. طبعا الكلام ده عمره ما هيحصل في زيرو تايم، فهو الف تايم قد ايه؟ ان اباوت 100 مللي ايه؟ سكند. الكلام ده حصل في تقريبا 100 مللي ايه؟ سكند. ايه المطلوب؟ عاوز يجيب بقى حاجه اسمها فريكونسي سلوي، اللي هو التغير في مين؟ في الفريكونسي. طيب ايه اللي هيحصل في المعدات اللي انا كاتبها لما الطياره تتغير اتجاه بدل ما هي جايه تبقى راجعه؟ ايه اللي هيتغير؟ الاشاره بتاعت مين؟ الاف دي، زي ما قلنا تورك بوزيتيف اواي فروم ايه؟ نيجاتيف. يعني كان الاف دي بدل ما كان 55 بقى كام؟ ناقص 55. طب ايه علاقتها في التايم؟ هل الكلام ده حصل في زيرو تايم ولا في خلال تايم معين؟ معدل تغير الاف دي بالنسبه للتايم هو اللي بنسميه فريكونسي ايه؟ وبالتالي يبقى لو انا رسمتها كده مثلا قلت لا التايم وقلت لا الاف دي عند زمن معين كان 55 عند زمن تاني بعد 100 مللي سكند بقى كام؟ ناقص 55. معدل تغير الخط ده او ميل الخط ده هو اللي بنسميه الايه؟ فريكونسي سلوينج. يبقى الفريكونسي سلوينج هو عباره عن معدل تغير الاف دي بالنسبه لمين؟ للتايم. او نكتبها بقى دلتا اف دي على دلتا دي. هو اتغير بنسبه قد ايه؟ من 55 لناقص 55، يعني انت بتقولها كام؟ 110. في تايم قد ايه؟ الزمن اتغير فيه زي ما قال في المساله 100 مللي ايه؟ هو ده معنى التايم سلو او الفريكونسي ايه؟ دي مساله رقم 4. لا طبعا المسالتين احنا خدناهم دلوقتي ان فعلا لما يكون في موفنج للتارجت او موفنج للريسيفر الاف دي بتتغير وبالتالي الريسيفر فريكونسي ماله بيتغير. طبعا دي مشكله عندنا ان انا متوقف ان انا استقبل سيجنال مثلا على تردد 128 تيجي على 128 زائد حته او ناقص حته. وبالتالي ده يستدعي مني ان انا اعمل ايه في الريسيفر؟ نكبر وايد باند شويه بدل ما تخليه نوسع الباند شويه بحيث يبقى الاف اتش او الاف ال في الحدود بتاع الترددات اللي احنا متوقعين نحصل منها. هو مش ممكن مش مهندس الجزء الثاني اللي احنا قلنا عليه بقى احنا بقينا بقى عاملين ايه؟ نعمل شانل موديل. شانل موديل قلنا هنعمل كام موديل؟ ثلاثة موديل. موديل للاين اوف سايت وده خدناه السنة اللي فاتت لما اثبتنا بيه ان البي ار يساوي البي تي الجين تي الجين ار في 4 باي في لندا على 4 باي دي. الكلام ده كله ايه؟ اسمه دي معادله اللاين اوف سايت اللي هي بتجيب لك العلاقه بين الباور ريسيفد والباور ايه؟ ترانسميت. وكان الترم ده بنسميه الباس لوس بحيث ان الباس لوس بتاع الريسبيس كان عباره عن كام؟ 4 باي في دي على لندا. الكلام ده كله ايه؟ اسمه. يبقى ده الموديل اللي احنا بنسميه لاين اوف سايت. طبعا مش عليك اثباته السنه دي لان انت خلاص كده كده خدته السنه اللي فاتت سواء خدناه عندنا في انتنا او خدناه في الايه؟ في الصلاه. اللي هناخده بقى السنه دي وعملنا اثباته اللي هو مين؟ الموديل الثاني اللي هو بتاع الديتكشن اللي هو اسمه ايه؟ يا اما بيسموه تو ري موديل يا اما بنسميه بلين ايرث موديل. يعني المراجع يعني لو كتبت ده على النت هيجي لك الاثبات اللي انت كنت عايزه. يعني لو كتبت الجمله دي على النت جوجل هيطلع لك من ضمن حاجات كده بي دي اف معمول فيها الاثبات تحديد البي دي البلين ايرث ايه. الفكره دي ايه؟ اللي احنا قلناها فكره الريفليكشن ان انا عندنا ترانسميتر على ارتفاع اتش تي وفي هنا ريسيفر على ارتفاع مين؟ اتش ار وبينهم مسافه اسمها ايه؟ دي. السجنة هتوصل لها ازاي؟ هتوصل يا اما دايركت اللي هي اللاين اوف سايت يا اما هتوصل ايه؟ ريفليكشن. يعني يا اما دايركت يا اما ايه؟ يا اما ريفليكشن. الدايركت او ريفليكشن نتيجة لذلك ان دي مسافة سميناها دي واحد ودي مسافة تانية اسمها مين؟ دي اثنين. اختلاف المسافة يعمل ديلي. ف
فيعمل حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ هيعمل فيس ديفرنس وباص ايه ديفرنس. فبجيب الاول بالرياضه الباص ديفرنس اللي احنا بنسميه دلتا دي، وبعد كده بنجيب الفيس ديفرنس اللي احنا بنسميه دلتا فار. طب ايه هو الفيس ديفرنس اللي هو دلتا فار؟ اللي هو المسافه دلتا دي في البيتا، يعني في 2 باي على مين؟ على هو ده بدايه الاسباب. اهو دي مساله رقم 5 بيقول لك ان ذا بروباجيشن اوفر سموث بلين اللي هو بلين ايرث موديل اثبت ان ذا فيس ديفرنس بتوين تو باس جيفن باي، يعني بتوصف بالاسباب ان الدلتا فاي عباره عن كام؟ 4 باي اتش تي اتش ار على لندا يمين. دي المساله رقم كام؟ 5. عاوز يثبت ان الفيس ديفرنس بيساوي كام؟ طبعا دي اثبات سهل الرياضه، بتجيب الدي واحد وتجيب الاثنين وتقول دي اثنين ناقص دي واحد يديك الدلتا دي. طبعا في 2 باي على لندا يدينا مين؟ الدلتا فور اللي احنا بنسميها الفيس ايه؟ بعد كده انا عاوز اوصل ليه؟ عاوزين نجيب الباور ريسيفد هنا قد ايه؟ وايه علاقتها بالباور ايه؟ ترانسميت. ولو عرفت العلاقه بين الباور ريسيف والباور ترانسميت اكيد الاختلاف ده بينهم اللي احنا بنسميه مين؟ خلص الاثبات بقى اللي كان عليه بتمشي بقى بالاثبات لحد ما توصل للمعادله دي ان البي ار هيساوي 4 بي تي 2 تي في جي ار في 4 بلمبر على 4 فار دي الكلام ده كله سكوير في سايد سكوير دلتا فاي اللي انا جبتها دلوقتي على كام؟ على الخطوه اللي بعديها بنقول ان الدلتا فاي على 2 دي صغيره جدا، فبنشيل الساين الزاويه كانها هي مين؟ الزاويه. نعوض بقيمه الدلتا فاي تطلع المعادله الاخيره بي ار هيساوي بي تي كين تي بي ار بي اتش تي اتش ار على دي سكوير. الكلام ده كله ايه؟ دي معادله اللي احنا بنسميها معادله البروباجيشن موديل في حاله مين؟ الريفليكشن او في حاله البلين ايرثنج. زي ما عملنا هنا كده الفرق بين البي ار والبي تي مع الترانسميت بين، نقدر نقول ان الباس لوس في حاله البلين ايرث موديل هيبقى عباره عن كام؟ دي سكوير اتش تي اتش ار. الكلام ده كله ايه؟ يبقى ده الباس لوس في حاله الفري سبيس، ده الباس لوس في حاله مين؟ البلين ايرث موديل. هنلاحظ طبعا لما قارن هنا هتلاقي ان الباس لوس هنا ديبند على دي سكوير، انما الباس لوس هنا ديبند على مين؟ على دي اس 4. يعني ان شاء الله لما يبدا المحاضره الجايه نحطها لسه في المحاضره. لسه خلصنا كتب معاك الميديا باس خد الدكشه لا قبل ما تشوف الدكشه بيكتب معاك الميديا باس نعم تمام. ده كده الاثبات مسألة بقى رقم كام؟ 6 بقى اخر مسألة في ده زي ما حضرنا الصبح. بيقول ايه؟ بيقول ان ذا تو 3 باس لوس موديل ويز الروب يساوي ناقص 1، ده الاثبات طبعا انت بتعمله. درايف اند ابروكسيميت اكسبريشن فور ذا لوكيشن اوف ذا سيجنال نالز ات ايه؟ ذا سيجنال. حد فاهم حاجه؟ طب نعرفها تاني كده نسيبها. ولا نشرح وعايز ايه؟ نشرح وعايز ايه؟ هو بيقول درايف ذا ابروكسيميت اكسبريشن فور ذا لوكيشن. ابروكسيميشن اكسبريشن فور ذا لوكيشن يعني ليه مين؟ هو عاوز يجيب مين؟ اللوكيشن اللي ببعد منه عن الترانسميتر او مسافه الترانسميتر ومين؟ اللي عندها يحصل ايه بقى؟ ات اوف ذا سيجنال نولز ات ريسيفر، معناه ان السيجنال عند الريسيفر هيبقى بكام؟ بزيرو، يعني الباور ريسيفد بكام؟ بزيرو. ده معنى طبعا السؤال عاوز ايه هي قيمه الدي او ايه هي معادله الدي لانه عايز اكسبريشن اللي عندها الباور ريسيفد بكام؟ بزيرو. يبقى انا هبص على معادله الباور لا اما دي الاخيره لا اما دي. لو بصيت على دي الاول طبعا دي الابروكسيميشن اللي هو قال عليها،
هنلاقي قيمه واحده للدي تخلي البي ار بما لا نهايه اللي هي كام؟ بزيرو. هي كام؟ قلتها اصلا. هي كام بقى؟ هي قيمه واحده للدي تخلي الباور الزيرو دي بزيرو اللي هي دي بكام؟ معناها ايه دي بما لا نهايه؟ معناها المسافه. احنا عايزين بقى امين انقباض المسافه من الترانسميتر والريسيفر مالها بعيده جدا ده طبيعي مهما كانت قوه المحطه اللي هي بتبعت لي لها ايه الرينج بتبعت فيه بره الرينج دي الريسيفر بتاعي الباور ما بيستقبلهاش ما يقدرش يستقبلها او الشبكه تبقى واقعه. ليه الشبكه واقعه؟ لان الموبايل او الريسيفر بتاعنا ليه حاجه اسمها ريسيفر سنسيفتي اقل باور ممكن يستقبلها كان مثلا 100 ملي 100 دي بي ام او ناقص 100 دي بي ام دي اقل باور ممكن يستقبلها. لو باور جات له بعد كده مش هيقدر ايه يستقبل. معناه ايه باور جات له بعد كده؟ معناه ان هو بات على مسافه معينه مش هيقدر يستقبل مين؟ السيستم. يبقى نقدر نقول الحاله الثيوريتيكال او بالمعادلات ان الدي لما بتبقى بما لا نهايه الباور زيرو بكام؟ اكيد مش هو اللي عايزه لان هو بيقول هات اكسبريشن يعني هات معادله مش قيمه. يبقى اذا هضطر ارجع للمعادله اللي ايه؟ اللي فوق. طيب امتى الباور دي بزيرو؟ فانكشن في الدي. الدي ظهرت فين؟ ظهرت هنا وظهرت جوه الدلتا فوق. دي بزيرو زي ما قلنا لو حطيتها في النهايه. لكن امتى كمان الباور بزيرو؟ لما يكون ساين الزاويه كام؟ وساين الزاويه زيرو معناها ايه؟ ان الزاويه تساوي مضاعفات الباور. يعني هاخد الدلتا فاي دي واقسمها على اثنين واقول ان هي تساوي كام؟ ان باور. ولما اعوض بقى في المعادله تدي فعلا الباور بكام؟ بزيرو. ايه بقى هي الدلتا فاي اللي احنا جبناها؟ وبالتالي هاخد المعادله بس هشيل هنا الاثنين عشان قسمت على اثنين واساويها بكام؟ بان باور. هلاحظ الباور هتروح مع مين؟ مع الايه؟ الباور. وبالتالي نقدر نجيب مين؟ الدي. كان الدي هيساوي اتش تي صح؟ في اتش ار على كام؟ في 2 على لندا في مين؟ في ان. والان تاخد قيم بقى كام؟ 0 1 2. وبالتالي يبقى اللوكيشن اللي عندي هيحصل الباور ريسيف يبقى في 0 ديبند على مين؟ ارتفاع الترانسميتر وديبند على ارتفاع الريسيفر وعلى الفريكونسي اللي انا شغال ايه؟ عندي. فانكشن هنا في مين؟ في اللندا لان اللندا ظهرت هنا في الايه؟ في الموضوع. والان دي بقى ايه؟ اللي هي الريزونانس اللي انا بتحرك عليه مره جنبه مره بعد شويه بتحرك. اذا كل ما بتحرك كل ما الدي تتغير. فمثلا لو حطيت الان في زيرو تدي الدي بكام؟ ده حل من اللي احنا قلناها ايه من شويه. يعني كان المعادله دي جنرال تحقق مين؟ الدي اللي احنا قلناها في المعادله ايه؟ بحيث لو حطيت ان في زيرو تدي فعلا الدي بكام؟ يبقى فعلا الباور سيف في زيرو لما الدي تقول لي ايه بقى نهايه ومضاعفات بقى احط الان بواحد ان اثنين ان ثلاثه طبعا في المقام في المسافه بقى ايه؟ ده كده الجزء بتاع ايه؟ نمشي خلاص نكتمل بقى كده.